فلن تجد أعظم من إنسان ملئ قلبه بطاعة الديان. لما يأتيه وقت السحر ينفض عنه غبار النوم ويرمي هذا الجوال الذي أخذه عن الواحد الديان عن الكبير المتعال، ثم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ينصب قدميه بين يدي ربه، لأن لنا عظمنا الله عز وجل لعلمنا أن ما نحن عليه من هذه الجولات في تلك الساعة، ما نحن فيه من لقاء الله أعظم من أي إنسان أنت جالس تتواصل معه في تلك اللحظة. لأن السلف الذي كان يقطع نياط قلوبهم هو صلتهم بالله عز وجل، هذا اللي قطع قلوبهم، أنهم يعظمون الصلة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ينسل من الفراش كما في الصحيح من عائشة، فيتقول: يا رسول الله إني أحبك وإني أحب قربك. قال: يا عائشة ذريني أناجي ربي، ذريني أناجي ربي. قال: فتركته فإذا به قد سجد وبل الثرى بدموعه ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. لو يعلم الناس ما في وقت السحر من الجمال والجلال والتنزل الإلهي ما ضيعها أحد من الناس، لكن فيا على ضيعة الأعمار، فيا على ضيعة الأعين قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. هذه الذي يحدث عند الناس، ضيعوا الأعمار سبهلل فيما لا ينفع وفيما لا يفيد. ولكن السلف كانت الصلاة عندهم كالقدح المعلى، لدرجة عبد الله بن أنيس لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليقتل خالد بن سفيان الهذلي في دومة الجندل، قال: يا رسول الله ماذا أفعل إذا حضرتني الصلاة؟ الذي قطع نياط قلبه ويش؟ ماذا أفعل إذا حضرتني الصلاة؟ تريد الإنسان يسمع الأذان والنداء وكأن هذا الذي ينادي على قوم آخرين. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام في خدمة أهله فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يهادى بين الرجلين في آخر حياته في يوم الاثنين صلاة الفجر، يخرج بين علي والعباس فينظر إليهم عليكم السلام وبركاته، ثم يبتسم ويقول لهم: على مكانكم، ثم يدخل فلا يأتي الضحى إلا وقد مات عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول في آخر أيامه ومن آخر كلامه: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فبقدر ما يكون في قلبك من الإيمان بقدر تعظيمك للصلاة فريضة أو نافلة.